السلام عليكم أصدقائي، اليوم جبت لكم طريقة كيف تشغل لعبة فري فاير لايت على أصغر هاتف. أول شيء تفتح الجوال طبعا بدون بطارية، لازم تشيل البطارية أول شيء، بعدين تسكر الجوال بهذا الشكل، بعدين تدخل هذا الكود، تضغط على أوكي 9/3 بثلاث أصابع، لازم تسويه بثلاث أصابع، تضغط مطولا لمدة 4 ثواني أو 5 ثواني تقريبا، بعدين تشيل يدك تضغط على رقم 7 بعدين 4 بعدين على اوكي بثلاث اصابع. طبعا الطريقة هاي مجربة ومضبوطة 100%، تقدرون تشوفون فيديوهات طويلة على قناتي في اليوتيوب. زين، تحط الجوال كذا تنتظر هذه اللعبة شغالة، واتمنى من الجميع انه يصدق، وبالتوفيق للجميع.